السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم الدكتور محمد أسامة، وإن شاء الله في الفيديو دوت كده سريعا سريعا هعلمكم ازاي تعرفوا تحصلوا على كورس شهر 8 مجانا بالكامل من على منصة ايه؟ ذا دكتور. بس في الأول طبعا لازم يكون ليك أكونت على المنصة، وده اللي احنا هنتعلم دلوقتي ازاي نعمله. فتعالى نتقلب للموبايل على ونشوف ازاي. الموبايل اهوت، تعالى بقى اوريكم ازاي بندخل المنصه ونعمل لنا حساب عليه. بس عاوز اقول لكم في الاول ان المنصه الشباب متوفره في صورتين، في صوره موبايل ابلكيشن تطبيق تقدر تثبته على التليفون ومن خلاله تدخل للمنصه، او تقدر تدخل من خلال كروم انك تاخد اللينك بتاع المنصه وتحطه في كروم ومن خلاله تقدر تدخل المنصه. وده طبعا هيبقى مفيد عشان لو انت بتستخدم الموبايل او بتستخدم التاب او حتى البي سي، لو بتستخدم الكمبيوتر تقدر تدخل من خلال كروم للمنصه بسهوله جدا. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الطريقتين، بس تعالى نبدا الاول بطريق كروم. كده وكده يا شباب، لينكات المنصه ولينك الموبايل ابلكيشن واي لينكات انا هستخدمها في الفيديو النهارده هسيبها لكم في وصف الفيديو، او هسيبها حتى في اول كومنت مثبت على الفيديو، او لو انت جاي من جروب الواتس او الفيش او الفيس او التليجرام هسيب لكم برده اللينكات دي اكيد هناك يعني. تمام، فنضغط على كروم اهوت وادخل عشان اكتب اللينك. انت طبعا هتعمل كوبي للينك وتيجي تحطه هنا بيست، او تكتبه لو انت لو عرفت تحفظه، لو انت حافظه يعني اكتبه، او كوبي بيست ورايح دماغك. انا عن نفسي حافظه فهكتبه، هو كلمه ذا دكتور دي او سي تي او ار دوت اكس اي تي دي دوت كوم. هو اول ما كتبته انا ببحث عنه طبعا، او كنت ببحث عنه قبل كده، فهو ظاهر لي فوق في السيرش اهو، اضغط عليه تمام واقول له ابحث يا باشا. دلوقتي المنصه قدامي هي يا شباب اللي هي بيولوجي ويز دكتور محمد، طلع لي رساله تحريريه في الاول وفي كومنت مثبت، او حتى ثبت لكم كومنت ان ازاي تقدر تدخل تاخد شهر 8 مجانا، وهسيب اللينك بتاع الفيديو ده فيه حتى، وتحت طبعا مكتوب الكورس كاتيجوريز لاولى وثانيه وايه وثالثه ثانوي. بس احنا لسه ما عندناش اكونت او حساب عليه، فبص فوق فوق خالص كده كاتب لك ايه، يو ار نوت لوجد ان، انت ما دخلتش. تعمل لوجن، تعمل لوجن بقى، فانا هضغط ايوه انا عاوز اعمل لوج ان. تمام كده، طبعا لما بقول له لوج ان بيقول لك دخل الحساب والباسورد بتاعك، بس احنا لسه ما عندناش حساب. فهنزل تحت هلاقيه كاتب لي ايه، از ذيس يور فيرست تايم هير، دي اول مره ليك هنا، كرييت نيو اكونت، تعمل اكونت جديد، ده انا بدور عليه يا شباب. فاضغط على كرييت نيو اكونت، لما هفتح كرييت نيو اكونت هيظهر قدامي تشوز يور اليوزر نيم والباسورد، بيقول لك دخل الاسم بتاعك. فانا هدخل مثلا الاسم وليكن مثلا محمد، ماشي، والباسورد انا هحط الباسورد، الباسورد اتحط يا شباب، بس انا هقول لكم ايه مواصفات الباسورد عشان محدش يتعب وهو بيدخله. الباسورد يا شباب لازم يكون 8 حروف على الاقل، او 8 8 اجزاء حروف او ارقام يعني، ولازم يكون في حرف كابيتال ويكون في رمز. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بص مثلا وليكن مثلا انا هخلي الباسورد بتاعي محمد، هكتب محمد، فخلي اول حرف الام هيكون كابيتال، وبعد كده هكمل محمد عادي جدا. تمام، وهقول مثلا هخلي الباسورد محمد 1 2 3 4، ادي 1 2 3 4 كده. الباسورد على فكره هو مش هيقبله، لازم نحط كمان رمز. رمز زي ايه؟ زي مثلا علامه اتياه، وعلامه الشباك، علامه فلوس، علامه زائد، علامه ناقص، الى اخره يا شباب. اي رمز من الرموز دي اختاره، وليكن مثلا اختار الشباك. تمام، فانا كده عملت الباسورد بتاعي. بعد كده بيقول لي دخل الايميل ادرس بتاعك. الايميل ادرس اقصد بيه هنا ايميل جوجل بتاعك، ايميل جيميل بتاعك، ولازم تستخدم جيميل انت بتستخدمه، لان هيجي لك رساله تاكيد للحساب تقدر من خلالها تفعل الحساب، زي ما الفيسبوك مثلا لما بتعمل حساب بيبعت لك رساله تاكيد، نفس الفكره كده، هيبعت لك رساله تاكيد تاكد من خلالها الايه الحساب. فلازم يكون الجيميل انت بتستخدمه عشان تشوف الرساله دي. تمام، فانا دخل جيميل دلوقتي انا بستخدمه. اديني دخلت الجيميل، هعمل له كوبي، بيقول لك دخل الايميل تاني للتاكيد يعني ان انت كاتب حروفه صح، دخلته كمان مره، ويعيد يكتب اسمك تاني، والسير نيم يقصد بيه اسم الاب، فانا مثلا اسم محمد اسامه فيبقى اسامه. تمام، السيتي او التاون بتاعتك، دخل المدينه بتاعتك، وليكن مثلا هو انا من المنوفيه فوليكن منوفيه. منوفيه، المنوفيه يا شباب. وبيقول لك الكانتري، هفتح وادور على ايجيبت، طبعا ادي الاي البي سي دي اي، ايجيبت يا شباب، هضغط على ايجيبت، وبعد كده هقول له كرييت ماي نيو اي اكونت. تمام كده، بيقول لك ان احنا عملنا لك اكونت وبعتنا لك رساله تاكيديه، اضغط عليها لتاكيد الحساب بتاعك. هي الرساله دي هتروح فين يا دكتور؟ هتخرج كده هتدور على الجيميل، على الابلكيشن بتاعك اسمه الجيميل، هتروح على الجيميل اكيد هيبقى موجود على الموبايل، وفي الجيميل هتعمل عمليه تحديث كده تشوف الرساله جت ولا لا. في ساعات الرساله ما تظهرليش في الرسائل في الاول كده، ففي ثلاث شرط في الجنب كده فوق يا اولاد على ايدي الشمال، هضغط عليهم، ولو كنت موبايلك قلبه عربي هتلاقي على ايدك اليمين. هتنزل تحت هتلاقي في حاجه اسمها سبام، سبام اس بي اي ام، تمام كده، او مش عارف بالعربي هيبقى ترجمه الرسائل المهمله او الرسائل غير مرغوب فيها، مش عارف. وفي ساعات جوجل بيصنف الرسائل التاكيديه، في ساعات ما بيصنفهاش انها رسائل اساسيه. تمام، فاضغط على كلمه سبام دي واعمل تحديث كده، هلاقي الرساله ظهرت لي هنا، هي يا شباب دكتور محمد اسامه يوزرز بعت لك اللينك بتاع منصه بيولوجي ويز دكتور ايه محمد، او منصه زي دكتور، هضغط عليها هتلاقي بيقول لك ان احنا بعتنا لك الرساله، مالناش دعوه طبعا، بيقول لك واي ذيس مسج سبام، ليه مصنفها سبام والقصه دي مش مهم. المهم يعني يا شباب بيقول لك هاي محمد اسامه اللي هو اسمي اللي انا كنت مسجله، احنا عملنا لك اكونت واكد من خلال الضغط على اللينك ده. فنضغط عليه هتلاقي اتش تي تي بي اس دكتور محمد او ذا دكتور دوت اكس تي دي، ده لينك المنصه كده، هضغط عليه
هتلاقيه مره واحده حولني بيقول لك مبروك ثانكس او شكرا، انت خلاص الريجستريشن بتاعتك تم وبقى ليك اكونت على المنصه، هتقدر كونتينيو. حلو قوي. طبعا يا شباب لو الخطوه اللي فاتت دهيت بتاع الايميل ما وصلكش، ما ظهرش في الرسائل او ما ظهرش حتى في السبام، هتتواصل مع الرقم اللي هو موجود في الاول اللي هو الرقم ده يا شباب اللي هو 010 61 41 54 صفرين، وتقول له والله انا عملت جيت اعمل حساب على المنصه والحساب مش متاكد، انا عاوز طريقه اكده بيها، هيتم تاكيده او اللي هيرد عليك ساعتها هياكده لك بطريقه يدويه، وهتقدر من خلاله تحصل على الايه على الاكونت او تعمل لك اكونت. بس غالبا ان شاء الله مش هيبقى عندك اي مشكله خالص، زي ما بقول لك هيظهر لك في الرسائل الاساسيه او يظهر لك في مكان السبام ده يعني. تمام حلو. طب دلوقتي انا خلاص بقى لي حساب على الايه على المنصه، الف مبروك كده انت بقى ليك حساب على المنصه، تقدر من خلاله تدخل الكورسات بتاعه المنصه. وبعد ما تعمل الحساب بالظبط ب 24 ساعه هتلاقي كورس شهر 8 يبقى مفتوح ليك. يعني دلوقتي عامل حساب دلوقتي صح، هاجي ادخل دلوقتي مثلا على كورس شهر 8 او كورس شهر 8 بتاع ثالثه ثانوي، هيقول ان انت مش داخل لسه فيه او الكورس ده مش متاح لسه ليك. فده معناه ان انا ما بعد ما عملت الاكونت لسه ما اتفتحليش الكورس. هيبقى حاجه من اتنين، يا اما انت اول ما تعمل الاكونت يتفتح لك الكورس وتلاقيه مفتوح وتدخل ليه على طول، او انك هتضطر تستنى 24 ساعه على بس ما الاكونت بتاعك يدخل في النظام او يتسمع في السيستم، ومن خلال او بعد القصه دي هيتفتح لك على طول الايه الكورس بتاع شهر 8. تمام كده؟ تمام يا دكتور. دي كده كانت الطريقه لو انت عاوز تدخل من خلال الكروم. طب هل في موبايل ابلكيشن يكون احلى من الكلام ده كله يا دكتور؟ اه طبعا. ببساطه خالص الموبايل ابلكيشن اسمه موديل يا اولاد. فانا هخرج كده واروح على، هسيب لكم اللينك بتاع الموبايل ابلكيشن، او اروح على البلاي ستور واعمل في البحث هناك واكتب كلمه موديل ام او او دي ال اي. تمام كده. ولو انت برضو اي او اس اللي هو ايفون يعني هيكون متاح برضو على الاب ستور، هيكون موجود عليه برضو موديل، هتكتب بس كلمه موديل ام او او دي ال اي واعمل بحث، هيطلع لي الابلكيشن قدامه، هيقول لي طبعا انستال او هيعمل لك او يقول لك داونلود ايا يكن بقى انت بتستخدم ايه. فاحنا هنعمله دلوقتي يا اولاد، عمليه تثبيت هثبته دلوقتي. اديني ثبته يا شباب الايه الموبايل ابلكيشن، وهعمله دلوقتي اوبن. وان جيتوا الحق انا على فكره بفضل الموبايل ابلكيشن عن كروم. ليه بقى؟ لان الموبايل ابلكيشن متاح في اللغه العربيه عكس كروم. احنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ويلكم تو موديل اب، انت بقى ليرنر ولا انت تيتشر او اديوكيتور؟ طب انت طالب، انا متعلم. في النسخه القديمه كان بيقول لك يو ار ستودنت ولا يو ار تيتشر، تقول ام ستودنت ايا يكن بقى النسخه اللي انت هتحملها. تمام؟ اول ما ادخل هنا كده بقى بيقول لك دخل الموقع بتاعك، بس انا افضل لو انت يعني هو تلقائي بينزل باللغه الانجليزيه. لو انت عاوز تخليه باللغه العربيه او انت عاوز الابلكيشن يعني بالعربي مش بالانجليزي، اضغط على علامه الترس اللي فوق وتعمل في حاجه اسمها الجنرال او علامه المفتاح اللي قدامنا دي يا ولاد، لو اول حاجه هضغط عليها هتلاقي في كلمه لانجويج ومعمول انجلش يونايتد ستيت، لا انا هفتحه واقول له لا والله انا عاوز العربيه، هدور على اللغه العربيه. وده اللي بيخليني افضل الابلكيشن على الايه عن كروم يعني، فاقول له تشانج اللغه العربيه كده، انا قلبت اللغه العربيه يا ولاد. طب بيقول لي هنا بقى ايه اللي قدامي؟ بيقول لك دخل اللينك بتاع الموقع بتاعك اللي هو موقع المنصه يعني، هتاخد كوبي للموقع المنصه من المكان اللي انت جاي منه، لان انا هسيب فيه لينكات، ممكن تعمل له هنا بيست او زي ما انا بقول لك لو انت حافظه اكتبه، فهو ذا دكتور دوت اكس اي تي اي دي دوت كوم. انا كتبته يا شباب. بيقول لك اتصل بموقعك، اضغط عليها لعلامه القلم دي، دخلني على الموقع يا شباب. طبعا انت المفروض لو انت لسه اول مره تدخل مش هيبقى ليك حساب، فتلاقي تحت بيقول لك ايه بقى، هل هذه المره الاولى لك؟ انشاء اشتراك جديد، هتضغط عليها وترجع تملى نفس الكلام اللي احنا مليناه من شويه على كروم، بس هيكون كله هنا بقى بالعربي. دخل اسمك وكلمه المرور واللي احنا اتفقنا على الاقل يكون 8 حروف او ارقام، ويكون اول حرف فيهم كابيتال، لازم يكون في كابيتال، ولازم يكون حاطط رمز، رمز زي الشباك، فلوس، علامه اتياهو، نجمه زائد الى اخره، فاهمين يا اولاد؟ حلو قوي. وتكمل بقى التفاصيل زي عنوان البريد الالكتروني وتعيد ادخاله تاني ونفس الكلام. احنا كده وكده لسه عاملين حساب من شويه، فهنرجع وندخل حسابنا على طول. اسم المستخدم، ممكن في اسم المستخدم تدخل الحساب بتاعك اللي انت كاتبه الجوجل الجيميل بتاعك يعني اللي انت مدخله، او تدخل اسم المستخدم لو انت فاكره. فاحنا كنا عاملينه محمد اسامه، وبيقول لك دخل كلمه المرور، هندخل كلمه المرور. دخلت الاسم يا اولاد وكلمه المرور واقول له دخول. يبقى انا كده اكيد مسجل حاجه غلط. طب الافضل بما اني مش كاتب اليوزر نيم كويس او مش فاكر انا كاتبه هناك بالظبط ازاي، هدخله بالجيميل. دخلت اهوت يا اولاد، نعمل دخول. الافضل ده ادخل او اكتب في كلمه المستخدم، اكتب أو اكتب الجيميل بتاعك، لان ده هيكون افضل بكتير من ايه، من انك تكتب اليوزر نيم، لان ساعات لو انت كاتبه هناك بالكابيتال هتكتبه هنا بالسمول مش هيدخل وهكذا. تمام. المهم احنا دخلنا دلوقتي الموبايل ابلكيشن اهوت، بيقول لك بقى بيديك شويه تفاصيل. شكرا شكرا. كده وكده احنا بنعمل فيديو نقول ازاي نستخدم المنصه وهكذا. ادي الحساب بتاعنا بقى لنا حساب خلاص اللي هو اسمه محمد اسامه، وادي المفروض المقررات. هنيجي للصفحه الرئيسيه هيظهر نفس الكلام احنا بنتكلم فيها، هنلاقي هنا برده المقررات المتاحه، هتدخل تلاقي كورس شهر 8 كورس شهر 9. لو ضغطت على كورس شهر 8 مثلا
هو هيقول لك لسه لا يمكنك الانضمام. نفس الفكره، انت ممكن اول ما تعمل حساب تدخل تلاقيه اتفتح على طول لو كان النظام سريع او نظام مش عليه ضغط، لكن لو نظام عليه ضغط غالبا لما تعمل حساب هتضطر تستنى 24 ساعه مثلا على ما القصه تسمع او ان الحساب بتاعك يسمع في الايه في المنصه. بس ان شاء الله غالبا لما تيجي تدخل هيكون الكورس متاح على طول او مفتوح على طول قدامك. تمام، فانا هستنى دلوقتي مثلا شويه وقت وهرجع تاني اوريكم ايه اللي جرى. بص يا شباب، يعني هي بالظبط نص ساعه ودخلت لقيت اتفتح القصه، بس هي غالبا غالبا اول ما تعمله هيطلع لك كلمه ضمني دي. تمام، هتضغط عليها، هل انت متاكد في الانضمام؟ اي، على طول هيتم اضافتك على طول. بس كده انت خلاص حصلت على كورس شهر 8 مجانا بالكامل، دخلت المحتوى. تمام، بحيث ان المحتوى لو ضغطت على الدايره اللي فيها ثلاث شرط دي والنقط دي يا اولاد، هيبقى المحتوى متاح كله قدامك، اللي هو ايه، فيديوهات الشرح بالكامل متاحه. تمام، و اهو فيديوهات الشرح، ويكون متاح بالنسبه لك حل كتاب الامتحان، حل كتاب التفوق، والاسئله الدوريه. تمام كده، طبعا كده الكورس خلاص بقى معاك من فيديوهات شرح واسئله وحل والكلام ده كله، كله متاح قدامك. ايه الفيديوهات الموجوده هنا، تقدر تعمل فيه حاجه باللون البرتقاني تحت اهو، بيقول لك لو ضغطت عليه مثلا ينقلك لحل كتاب الامتحان، لو ضغطت بعديه حل كتاب التفوق، لو ضغطت اللي بعديه يجي لك الاسئله الدوريه، وهكذا يا شباب. تمام، اتمنى يكون الموضوع كان سهل عليكم. طبعا لو دخلت كمان على كروم دلوقتي، لو يعني تقدر تدخل برده على كروم هتلاقي الكورس برده مضاف عليك، يعني انت سواء كنت في كروم او كنت في ايه في الابلكيشن هيبقى الكورس خلاص متاح بالنسبه لك بتاع شهر 8 بالكامل. ولو عاوز كورس شهر 9 تقدر تتواصل على الرقم اللي موجود على المنصه 010 61 41 54 صفرين، وتطلب منه شهر 9 وهيقول لك التفاصيل اللي انت محتاجها او كل اللي ما تحتاج من تفاصيل او من معلومات لو بعت له على الواتس يعني. تمام، اتمنى يكون الموضوع كان سهل ويسير عليكم يا شباب، وان شاء الله في فيديوهات هتنزل افهمكم ازاي تقدروا تستخدموا المنصه وايه محتويات المنصه وايه اللي انا هستفيده منه بالظبط منها. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.